احد نجوم النادي الاهلي الكبار السابقين الكابتن ماهر همام. كابتن ماهر اهلا بيك منورنا. كابتن هاني، اهلا بيك واستاذ المشاهدين. ايه رايك في النتيجه وتعليقك عليها؟ بنبارك للنادي الاهلي. طبعا النتيجه ايجابيه، 2-1. النادي الاهلي سيطر في الشوط الاول بشكل كبير جدا من خلال الاستحواذ والانتشار وتحركات لاعبي النادي الاهلي، وترجم هذا الانتشار والضغط على لاعبي الوداد بهدف طبعا لبيتسي تاو، الجمله الجميله اللي اتعملت بين حسين الشحات والهاف كروس اللي عمله خلف مدافعي الوداد، استغلها طبعا بضربه راس بيتسي تاو اللي كان موجود في مكان مميز عشان يسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. الشوط الثاني حصل تغيير غريب ومفاجئ للوداد المغربي. يعني بدأ تحس كده باندفاعات هجومية، عندهم فرصة لضربة في القائم، دي كانت فرصة هدف أكيد. واضح طبعا إن هم الشوط الثاني ما لجأوش للدفاع زي الشوط الأول، مظبوط. وبدأوا ينطلقوا للأمام، وده إدى يمكن ثقة للوداد إن هو ممكن يقدر يجيب جول في أي وقت. طبعا تحركات النادي الأهلي والهدف الثاني اللي في الدقيقه 59 من بيتسي تاو اللي لعبها نزلها لكهربا، طبعا تصويبه جيده لكهربا عشان يسجل الاهلي الهدف الثاني. يعني هدفين، لكن احنا قلقانين يا هاني واحنا بنتفرج، قلقانين محتاجين الهدف الثالث اللي هو بلغه الكوره القاتل صح اللي يريح الجميع زي ما يقولوا. مظبوط. لكن طبعا كره القدم الولاد بذلوا وحاولوا، ويمكن في فرصه يمكن او فرصتين ضاعوا من النادي الاهلي، لكن سبحان الله تغييرات الوداد كانت مؤثره بشكل كبير جدا. حقيقي حقيقي. يعني ونجم المدرب وسيف المكسيكي الدين بوهيرا بالضبط عمل فعاليه بشكل كبير جدا هجوميه، وهو خلاص قال لك بلغه الكوره حبكي على ايه؟ يعني انا 2-0 ممكن اخسر 3 ما فيش مشكله، لكن لو جبت جول ممكن اقلب موازين المباراتين البطوله. بشكل كبير. ايوه وده اللي سعوا عليه بصراحه، وقدروا طبعا ان هم زي ما تفضلت وانت يمكن شرحت قلت على الخطا المركب اللي بين محمد عبد المنعم وعلي معلول، يمكن تسبب طبعا في قطع كورات الضغط اللي عملوه، ثم طبعا الاختراق من ناحيه علي معلول، المساحه كانت موجوده فاضيه مظبوط. والراجل طبعا خرج الكره اللي تحت. الغريبه ان موجود اللون الغامق، اللون الكثافه العدديه للاعبي الوداد. الوداد موجودين بشكل منتشر صح داخل 18 نادي الاهلي، ده بيأكد اصرارهم على انهم عايزين يجيبوا جول. مظبوط صح. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى يمكن عوضهم بالبديل سيف اللي قدر طبعا كره مؤشره بالنسبه له صوبها طبعا في المرمى عشان يسجل هدف الوداد اللي يمكن غير وادى انطباع تاني لمباراه العوده. لكن الحسابات اتغيرت تماما بعد الهدف ده. طبعا طبعا اكيد يا هاني الحسابات اتغيرت بالنسبه للفريقين، يعني بالنسبه لمستر كولر مظبوط. هيفكر تفكير جيد جدا ان هو لازم نجيب جول هناك يعني عشان نبعد الطموح بتاع الوداد. يهمنا جدا ان احنا نجيب جول هناك، ويهمنا ما يجيش فينا ان شاء الله. مظبوط. لكن طبعا نهائي بين الاهلي والوداد نهائي كرنفال في كره القدم، حقيقي صح. من ناحيه التكتيكيه، من ناحيه صح. الضغط، من ناحيه الدوافع. يعني انا شايف مباراه تكتب في تاريخ كره القدم الافريقيه لابطال الانديه. ايه اكثر ما اعجبك فيها من الناحيه الفنيه على مستوى فكر المدربين سواء كولر او فاندر بروك كابتن ماهر؟ كولر واضح ان استراتيجيته من خلال 4 مباريات اللي فاتوا تثبيت التشكيل، الاداء المتغير بالنسبه للعيبه في التسليم والتسلم، التحرك من غير كوره، الاختراقات من على الاطراف كانت جيده والانتشار جيد بشكل كبير، تحركات بيتسي تاو وهروبه من المدافعين، كهربا اللي متمركز في المكان اللي بيجي فيه الاهداف بشكل كبير. وبعدين توقعاته واحساسه ان هو هيجيب جول ربنا سبحانه وتعالى استجاب له. طبعا الناشط اللي بقى له فتره فعلا حسين. مؤثر بشكل كبير جدا حسين الشحات حقيقي في خطوط النادي الاهلي، من اللعيبه اللي عندها اصرار وعزيمه بشكل كبير. النهارده مولد نجم جديد في حراسه المرمى اسمه مصطفى شوبير. ايوه
دي من ضمن الحاجات اللي يعني بحيي مستر كولر انه ثقته في مصطفى شوبير في المباراتين اللي فاتوا، بيديله مباراه نهائي بطوله افريقيا، ده ثقه كبيره جدا بين المدرب وبين اللاعب. ومصطفى شوبير كان عنده هذه الثقه واثبت فعلا انه هو حارس من الحراس القادمين بشكل مظبوط كبير. مظبوط. بالنسبه للوداد انا بحييهم لانه ده الشوط الثاني في سان داونز، عملوا الشوط الثاني بشكل كبير جدا وقدروا يرجعوا للمباراه ويسجلوا هدفين، نفس السيناريو المدرب البلجيكي عمله في الشوط الثاني في اللي كان في جنوب افريقيا، عمله في استاد القاهره وقدر ان هو يستحوذ ويسيطر، وكان شوط ايجابي بالنسبه له، قدر يوصل بيه بالهدف اللي هو طبعا غير كل الموازين وغير كل الشكل من خلال المباراه الاولى والبطوله في حد ذاتها. مظبوط. في مباراه زي مباراه العوده بعد النتيجه دي كابتن ماهر، المفروض الاهلي يبدا المباراه ازاي، او كولر يكون تفكيره على مستوى البدايات عامل ازاي؟ الشوط الثاني في المغرب هيبقى في منتهى الصعوبه هاني، لان برضه هم عندهم جماهيريه الوداد جماهيريه شرسه هتملا طبعا مدرجات مركب الخامس محمد الخامس، وطبعا واضح قوي ان الجانب البدني موجود عند الوداد من بدايه المباراه لنهايه المباراه، كمان بيلعبوا باسلوب ضاغط من قدام، لازم النادي الاهلي ياخد باله من الجزئيه دي، هم عندهم سرعات بشكل كبير، بيجدوا العاب الهواء سامبو في كل الكور المشتركه في الهواء قدر ياخدها، وقدر كمان يعمل منها كمان جمله يعني بيصلحها صح للي جاي من تحت، فدي من ضمن الحاجات اللي هتقلق النادي الاهلي كور ثابته يعني، واحنا عارفين ان شمال افريقيا عامه تونس والمغرب والجزائر مشهورين بكور ثابته بشكل كبير جدا اذا كانت ثابته او المتحركه. ان شاء الله لازم خير. النادي الاهلي يمنع الحاجات دي من بدري. اول ربع ساعه مهم جدا ان ما يجيش فيه جول، واهم حاجه ان يبقى اللعيبه عندها ثقه ان احنا لازم نجيب جول في اي وقت من خلال 90 دقيقه من ادائهم في هذه المباراه باذن الله. هبدا بما بدات بيه حضرتك بدايه المكالمه، وهي مبروك في النهايه الاهلي الفوز، وان شاء الله نبارك بقى بعد الشوط الثاني زي وصفك لي الفوز والتتويج باللقب باذن الله. بشكرك جدا كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق بعد مباراه الاهلي مع الوداد.